السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة. هذه الحلقة ستكون موجهة فقط للمغاربة، لأن في هذا الفيديو سنقوم بالتحدث عن طريقة استخراج المال نقدا من المغرب عن طريق باي بال بواسطة بنك سياش. كما ترون هذه البطاقة التي ستقوم بحل هذه المشكلة، بطاقة اي شوبينغ الخاصة ببنك سياش كما ترون. لذلك سنقوم بالتحدث عن طريقة أخذها من البنك وطريقة تفعيلها مع الباي بال. أول خطوة ستقوم بالذهاب إلى البنك الخاص بك، أقرب بنك خاص بك سياش في مدينتك. تقوم بالذهاب إليهم وطلب بطاقة اي شوبينغ الخاصة ببنك سياش. بعد أن تقوم بطلبها، أول شيء يجب أن يكون لديك حساب من قبل، بعدها تقوم بطلب هذه البطاقة بسهولة. بالنسبة لرسوم هذه البطاقة فهي 66 درهم في السنة. بعد أن تقوم بطلب هذه البطاقة وأخذها بعد 10 أيام، أن تقوم بعمل ديبوزيت فيها تقريبا بين 30 درهم إلى 50 درهم لتفعيل الباي بال، لأن الباي بال يقوم باقتطاع مبلغ تقريبا 20 درهم للتأكد من أن البطاقة التي تقوم بتفعيلها فهي خاصة بك، وبعدها سيقوم باسترجاع لك المال الخاص بك. أول شيء بعد أن تقوم بأخذ البطاقة، تقوم بالدخول إلى الباي بال بطريقة سهلة، تسجيل سهل في الباي بال، تقوم بالدخول إلى الباي بال الخاص بك، بعدها تقوم بالضغط على Add Card. كما ترون في الأسفل تجد هناك Add Card، تقوم بالضغط عليها وهكذا تقوم بإدخال 16 رقم الخاص بك في البطاقة. كما ترون هناك 16 رقم خاص بك في البطاقة، بعدها تقوم بإدخال تاريخ الانتهاء وتقوم بإدخال CVV. بعدها تقوم بإدخال كل هذه الأشياء، تضغط على OK وهكذا يعطيك. يجب عليك أن تقوم بعمل confirmation الخاص بهذه البطاقة لتفعيلها مع الباي بال، فالتفعيل لا يستغرق أكثر من دقيقة. تقوم بالضغط على confirm، لذلك قلت لكم أن تكون في البطاقة على الأقل 30 درهم. بعد أن تقوم بعمل confirm، يقوم باي بال بإرسال رسالة إلى هاتف الخاص بك، وهنا كما ترون هذا هو نوع الرسالة. في الأسفل تجد كود صغير في الرسالة، هذا الكود هو كود تفعيل الخاص بك. تقوم بأخذ ذلك الأرقام وتقوم بإدخالها في الباي بال وتضغط على كونفيرم، وهكذا هنيئا لك قمت بتفعيل باي بال الخاص بك عن طريق الفيزا كارد. هذه الطريقة كاملة لتفعيل حساب باي بال مع فيزا كارد خاصة بسي اش بنك. هذه الفيزا كارد فهي فيرتشوال، ولكن يمكنك أن تقوم بسحب الأموال الخاص بها. أوكي، بالنسبة للحلقة القادمة إن شاء الله سنقوم بالتطرق لهذه الطريقة، سأقوم بإرسال الأموال من الباي بال الخاص بي إلى فيزا كارد، سنقوم باستخراجها وشرح طريقة استخراج الأموال وطريقة إرسال وكم عدد المدة لتقوم بإرسال الأموال باي بال وصولها إلى الحساب الخاص بك. إلى هناك مشاهدين كرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ستضغط على لايك واشترك في القناة. سنقوم إن شاء الله بعمل سلسلة ربحية في الأسبوع المقبل، سنقوم بالتحدث عن مجموعة من الأفكار والاستراتيجيات الخاصة بالربح من الإنترنت. إذا كنت مهتم، ستضغط على اشتراك في القناة والجرس لتوصل بكل جديد. إلى اللقاء.